طبعا اليوم سويت لكم ماركت دجاج صفراء تموت والله العظيم تموت، والطريقه سبب الفيديو راح تشوفوها. هسه حتى نسوي ماركت الدجاج الصفراء، اوكي. اول شيء دجاج مقطع، وهاي البهارات راح احط لكم اياها بصوره، تمام. وجدر حار بشويه كلش دهن. هسه ورا ما حطينا الدجاج على الجلد مالته، اوكي، هسه نضيف عليه بصل ونومي بصره، ورق الغار، دارسين، بهارات دجاج وسبع بهارات وملح. عمود نتركهن ينحمسن ويا الدجاج ويطن الطعم مالتهن كله للدجاج، ونغطيه لحد ما يستوي كل الدجاج، وبحيث كل ساعة نقلبه لحد ما يوصل اللون الذهبي. هسه طبعا طبعا ورا ما عفناه ينحمس على جهتين، قاعد تشوفون حتى دب الدهن مالته الدجاج. هسه راح نضيف عليه الحمص. طبعا انا قلبت الدجاج مرتين عمودي ينحمس من كل الجهات، سندب الحمص عليه وهماتين اعوفه وياي ينحمس. طبعا هنا من استوى الدجاج سنضفنا عليه المي، اوكي، وغطيناه وبعدين تركناه يفور، وبعدين نفحصه من جوكة بالسكينة ونلقاه كله مستوي، اوكي، ويخلص تمام.